الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب تخرج الدفعة الأولى في مركز كيان بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والسيد عميد الكلية دكتور أسامة السيد. ضم الحفل كورالا للأطفال وفقرات للعزف على آلات تشيلو، ناي، بيانو، درامز، قانون، فلوت، طبلة، عود، كمان وجيتار، بالإضافة إلى دمج للآلات الموسيقية وفقرة للغناء العالمية بمشاركة 8 من الكليات من داخل جامعة عين شمس وعدد من المتدربين من طلبة الكليات من خارج الجامعة. حول هذا الموضوع مستمعينا يسعدنا أن يشرفنا بالاستوديو دكتورة مروة عمر عبد المنعم مدرس بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس. وأهلا بحضرتك يا دكتورة مروة. أهلا وسهلا بحضرتك. ويسعدنا ايضا اللقاء ودكتور احمد عبد الرحمن المدرس الخبير بكليه التربيه النوعيه بجامعه عين شمس، وبشرفنا النهارده استاذك ايطالي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتوره مروه. حضرتك مدرسه بيان؟ لا، مدرسه الفايلن كمان. اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور احمد، مشرفينا النهارده في الاستوديو. فترتنا مفتوحه بلا حدود. ايه حكايه مركز كيان؟ وازاي بدا هذا الوليد الصغير الذي استطاع ان يعبر بصيته وبنجاحه سمعه يعني رائعه بين الجامعات المصريه؟ طيب، يعني انا حابب ان انا اسيب المايك مع دكتوره مروه، هي اللي تبتدي الكلام. ليدز فيرست، يعني خير متحدث بصراحه. طبعا حضراتكم المشرفين على هذا المركز، فانتم شاهدتم بدايات تجهيزه ومولده، فانتم اقدر يعني اشخاص تستطيعون التحدث عنه. مركز الكيان هو مركز لتعليم الآلات الموسيقية والفن الموسيقي بشكل عام. نعم. الفكرة كانت موجودة عندي أنا ودكتور أحمد بقالنا أكتر من سنة، وكنا بنحاول إن إحنا نحقق الفكرة دي من الحلم إنها تبقى حاجة حقيقة، بس للأسف ما كانتش الظروف مسامحة. لحد ما اتقابلنا الدكتور عبد الفتاح، شفنا في حفل خاص بكليتنا. كان دكتور عبد الفتاح سياده النائب رئيس جامعه عين شمس بالظبط لشان تعليم الطلاب. حضرنا في حفل افتتاح مسرحنا، مسرح طبعه حرب. كنت عزفت انا ودكتور احمد دويتو والعملين. وكانت دي سبحان الله، يعني احنا طالعين نعزف ان احنا نمتع الساده الحاضرين. مش في بالنا خالص ان ممكن يحصل من الحفله دي او من اللقطه اللي طلعناها، كانت مدتها حوالي 6 دقايق او 7 دقايق عزف تقريبا. ما كناش متوقع ان هي دي البذره او النواه اللي تحصل فيها انشاء الكيان يعني. وعلى غرار الحفل بعدها بيوم تقريبا دكتور فتاح دعانا في مكتبه. ده في يوميها؟ تقريبا يومها. في يوميها، لدرجه ان احنا شكينا ان في حاجه غلط حصلت. فلقينا ان هو دعانا في مكتبه وعرض علينا فكره الكيان. فكره ان احنا عايزين نعمل نشاط سنتر موسيقي، يبقى فيه النشاط ده يكون متداول جوه كليتنا الاول. وبناء عليه فكرنا في الاسم. قلنا لا، لو سمينا الكيان كيان الفكره نفسها. والحمد لله هو دعمنا جدا ماديا، لان احنا كنا محتاجين ممول رئيسي ماديا علشان الفكره تتحقق. وهي كانت الجامعه بالظبط، كل حاجه جت سبحان الله، يعني جت بمحض الصدفه. هي بس الفكره كانت انه احنا حلمنا حلم وامنتم بيه وامنا بيه. يعني احنا كنا على المستوى الشخصي حتى يعني حاولنا ان احنا نعمل الفكره دي بره الجامعه، ونحاول نتعاون مع مؤسسات تانية وثالثه، وحاولنا وعملنا بذلنا مساعي، لكن ما كانش ربنا يعني موفق فيها، وتقريبا كان شايل لنا بقى ايه المكافاه في الاخر. وهي كانت فعلا زي ما الدكتوره مروه تفضلت وقالت انه الشراره جت لما طلعنا نعزف على المسرح في افتتاح المسرح بتاع طلعت حرب في كليتنا، كليه التربيه النوعيه، وكان حاضر طبعا دكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب. وبعدها على طول لقينا سياده العميد دكتور اسامه السيد، قال لنا دكتور عبد الفتاح شافكم وحابب ان انتوا تيجوا ترتبوا ميعاد او ترتبوا ميعاد معاه في مقر القصر في جامعه عين شمس. طبعا احنا قلنا الموضوع ممكن ياخد يوم اثنين ثلاثه او اسبوع اثنين ثلاثه بحكم الاجراءات وبحكم جدول سيادته طبعا المشغول دايما. فجينا ثاني يوم مكتبه بيتصل بينا وبيقول لنا
انتوا دكتور عبد الفتاح هيسكن في مكتبه، وشوفوا تقدروا تيجوا اليوم واحد اثنين ثلاثة. طبعا كانت حاجة طبعا يعني أزالتني صراحة. وبالفعل اتقابلنا بيه وقعدنا نتكلم عن اتعرفنا بيه الأول ووطدنا أواصل الصلة بيننا وبينه لحد ما قال أنا عايز أعمل كذا كذا. دي احنا أنا ودكتور المرة وصلنا لبعض أصلا، اللي هو احنا بنسعى للمشروع ده بقالنا سنة بس مش عارفين يعني ما كنتوش اتكلمتوا فيه قبل كده او عملوا ورقه او خالص خالص. احنا بنسعى بيه بشكل شخصي، مجرد حلم، مجرد حلم سبحان الله. مجرد احلم ولا ايه اللي احنا بنفكر فيه؟ مش مصدقين انه هو يعني سيادته يعني قرا ده في عينينا وشاف فينا ان احنا يعني شاف اتنين بيعزفوا على المسرح. وحماسكم هو من الهمه ان هو ينفذ الفكره. هو قال حاجه يعني سبحان الله، هو شخصنا فعلا صح. هو قال انا شفت اتنين ينجحوا بعض، ينجحوا مؤسسه. دايما لما بيبقى مركب فيها رئيسين ما عارفين ان هي بتغرق. قال انا شفت اتنين تيم وورك فعلا، اتنين يقدروا يديروا مؤسسه وينجحوها. ده في 6 دقايق بس مش اكتر. لا والجميل ان الفكره لم تقتصر على طلبه جامعه عين شمس، امتدت للمجتمع المدني. استقبلت كل الاعمار، كل الجامعات، حتى الاطفال من اعمار مختلفه. غيرنا فيها لائحه المكان اساسا. احنا كنا المفروض مربوطين على لائحه بتقول ان دي بتخدم بس فئه معينه او بتخدم عناصر معينه من جوه الجامعه او من بره الجامعه. لا احنا غيرنا اللائحه التنفيذيه بتاعت او اللائحه بتاعت المكان اساسا عشان خاطر تخدم المشروع بتاعنا. طيب انا لما بتكلم مع حضرتك عن حفل تخرج اول دفعه من مركز الكيان، انا بتحدث برايي من راى بعينه. يعني الحفله كانت مبهره جدا، التنظيم كان في اعلى درجاته حقيقه، من الانضباط والدقه وكل عناصر الاخراج كانت متواجده بشكل فني متميز جدا، سواء ديكور، اضاءه، هندسه الصوت طبعا، ودي بالمقام الاول. التعاون، روح الفريق الحلوه اللي كانت بينكم دي البطل في نجاح هذا المشروع. ده حقيقي. يعني عايزه بقى زي ما اتكلمنا عن المميزات، اكيد انتوا واجهتوا صعوبات كتيره جدا في ان انتوا اولا تعملوا وتحققوا روح التالف بين كل هذه الفرق بكل هذه التخصصات الفنيه الموسيقيه اللي شفناها وابهرتنا في العرض. هنتكلم عن ده بالتفصيل لكن بعد فاصل قصير. اولا احنا طبعا سياده النايب منحنا فرصه جميله مع تحقيق فكره الكيان، ان عمل ان يبقى لينا اول 100 طالب من جامعه عين شمس يكون مدعم دعم كامل، ما يدفعوش اي مبالغ في الكورس. ثلاث شهور بالظبط، يوم الجمعه العمل يعني او الدراسه بتاعته يوم الجمعه فقط. فكان ده كانت اول حاجه جميله حصلت. يعني الصعوبات بقى اللي قابلتنا في الحاجه الجميله دي، ان احنا طبعا حبينا ان احنا لازم نعمل مقابله شخصيه لل 100 طالب اللي هيتقدموا. حابين على السوشيال ميديا حقيقه يعني، وعملنا كريات كله الكليه وجامعه، واحنا عملنا كريات الجامعه خطبت طبعا باعتبارها يعني الهب بتاع الكليات، خطبت بقى الكليات كلها بعضها التدريس وعضاء التدريس والطلبة اللي في الكليات. يعني ابتدت الحاجات دي يبتدوا يرسلوهم سواء عن طريق الايميل او الصفحات بتاعت الكليات ورعاية الشباب طبعا جامعة عين شمس. بالظبط، احنا كنا في التوقيت ده كنا في شهر يوليو، كانت اجازه. بالظبط كانت اجازه وضغط الطلبه قليل. الى اللي بقى جاي بيعملوا اكتيفيتي ثانيه خاصه بالجامعه، فعارف يعني اللي هيشوف حاجه كان هيشوفها بالصدفه، مش هيشوفها يعني مش زي دلوقتي. مش زي لما يبقى في دراسه طبعا بيبقى الحاجه قدام عينهم كل يوم. بالظبط. اعداد قد ايه؟ احنا استقبلنا احنا استقبلنا زودنا عن 100 لان طلبه كتير حابين يتقدموا، واحنا بصراحه استقبلنا حوالي 130 طالب. وقلت انا ودكتور احمد نتغاضى، مش مشكله، بدل ما يبقى 100 فري نحط 30 كمان، مش مشكله، بس الولاد يتعلموا ودي حاجه كويسه. 130 كل الفصول بالظبط، كل التخصصات بالظبط كده.
وطبعا احنا ما عندناش شرط الآلة، يعني في آلات موجودة طبعا زي البيانو، آلات الكبيرة الدرومز، مش هيقدر الطالب يجيب وياه يعني للكلية وتشغله. بالظبط بالظبط، يبقى طالع الكلية ده يجي يتمرن فيها في قلب الكلية. بس الآلات التانية كان طبعا يستحسن كان هو يجيبها بنفسه، لأنه يقعد يذاكر عليها كمان طول الأسبوع، وآلة بسيطة مش تقيلة عليه يعني. بس فاحنا بجد قعدنا 3 أيام تقريبا أو 4 أيام بنستقبل الولاد، بنعمله المقابلة الشخصية. احنا طبعا فكرة الكيان، احنا قعدنا يعني أقل من كده، احنا حوالي 10 أيام أو 12 يوم مكثفين تقريبا، ما كناش بننام. فعلا لان احنا بنحط اللائحة ومعانا شؤون قانونية ومعانا المالية ومعانا بالظبط. احنا كان الموضوع كان فعلا فعلا هلك، احنا ما كناش بنروح ننام لنا شوية عشان نصحى الصبح، نبقى 9 الصبح في مكتب سيادة النائب لحد الساعة 6 7. لما خصص لنا القاعة الصغيرة اللي ورا مكتب سيادته، قال لنا دي موجودة ليكم في الفترة دي كده، اللي عاوزوا تشتغلوا تحت ايديكم الاعلام، تحت ايديكم الشؤون القانونية، الشؤون المالية. يعني كان بيجيب ممثلين من الشؤون دي كلها، نقعد علشان نحط الهيكل بتاع المؤسسة ونحط اللائحة اللي هتبقى تبقى المنظمة اللي والبروتوكول اللي يتعامل. دي بقى بصراحة احنا فخورين يعني فوق ما تتخيلي حضرتك، ان الكلاس ده كان بيتزايد. يعني احنا كنا موافقين لو طالب واحد يجي، لا كان تقريبا في وصل لحد 6 أو 7 طلبة سبيشال نيدز او ذو الهمم بيلتحقوا بالفصل ده، فصل البيانو وذو الهمم، وكان من جوه الجامعه ومن بره الجامعه، صغيرين وكبار. وقدمنا حتى في الحفله بتاعتنا فقره منهم اللي كان قادر يواجه الجمهور. يعني دي مش قادره اقولها، كانت عظيمه عظيمه، اعظم فقره احترافيه صراحه. وجريء، وما كانت ما خدش الجرأه دي غير لما هو كان في الاول لا مش هطلع وخلاص، واخد يعني قرار انه مش هيطلع على المسرح. قبلها بيومين استاذته بصراحه رولا زوير خطيره جميله جدا، واحنا قعدنا انا والدكتور احمد نخش عادي سمعنا يا محمد شاطر، كان في ثالثه حقوق تقريبا او اداب، وخد الجرأة مننا ويلا اطلع على المسرح جرب، وعملنا تيست مرة. فاتفاجئت بيه، انا توقعت ان احنا يوم الحفلة مش هيطلع، لا فاجئني انه طلع وعزف حضوره على المسرح ومبتسم وحيا الناس وقعد، والدكتور عبد الفتاح قام وقف وقال له انزل اسلم عليك. قال له انا عايز اتصور معاك. اتصور معاك. بصراحة يعني بجد كانت احلى فقرة في البرنامج كله. واحلى كلاس بصراحة، يعني تحس بعظمة الشيء اللي حضرتك بتسعيله بصراحة يعني. والدفعة الأولى والانطلاقة لما بتبقى بهذا النجاح الحقيقة بيحط عليك مسؤولية أكبر إن أنتوا تستمروا في هذا النجاح. طبعا. وكل فترة كل كورس جديد هتضيفوا بعض اللمسات الجميلة لهذا المركز الكيان اللي أنا معجبة جدا باسمه. صراحة احنا يعني لو قلنا ان هنتقاسم الاسم والفكرة واللوجو حتى، يعني سبحان الله، يعني احنا دكتور عبد الفتاح يوميها قال انا عايز اعمل كيان، لقيت دكتور مرة قالت له احنا هنسميه كيان. تاني يوم الصبح انا سبحان الله انا قمت من نومي، قلت لهم يعني كان عاملين جروب صغير كده بالافكار بنتشاركها مع بعض، انا قمت تاني يوم وانا مش من عادتي ان انا اعمل كده، يعني حسيت بوحي انسبريشن، حاجه الهام قومتني من النوم، مسكت ورقه وقلم ورسمت اللوجو بتاع انا رسمت القلم الرصاص. ايوه فعلا الدكتور عبد الفتاح ما كانش مصدق انه ليله واحده بس بقى في فكره اتنفذت وبقى ليها اسم وبقى ليها لوجو، خلاص اتنفذت على طول. فعلا فعلا اسمه معبر جدا، خصوصا كمان احنا في فتره بنبني انسان. ايوه هو دي بناء الانسان يحتاج بالفعل لوجود كيان سوي، طبعا كيان سوي لتذوق الفن. لا طبعا اكون فنان لكن اكون متذوق، ده شيء جميل جدا يعني. واحنا شايفين طبعا ان طلبه الجامعه احنا اكتر ناس بتلمس طبعا طلبه الجامعه
مع ظل الفن المحوط الولاد، فاحنا حابين برضو ان احنا نوجه اتجاهاتهم لفكرة تانية في الموسيقى، انه يعني انه يتعامل مع آلة حساسة جدا، ده حاجة لوحدها بتغير من سلوكيات الطالب. يعني عارف ان الآلة اللي قدامه دي خشب، يعني الجمهور حس باحساس المتدربين وهم بيعزفوا. هو ازاي عملتوه؟ يعني انا عارف ان حضرتك بتعلمني مزيكا وتعلمني ازاي اقصي جيتار، وحضرتك تعلمني ازاي اقعد على بيانو واستخدم اله الفايلين والكلام، لكن انك تخليني اعزف باحساس ازاي بقى؟ غالبا هي بتبقى مستمده صراحه، بياخدها المتدرب من المدرب نفسه. نعم. بياخدها من الاستاذ، الروح اللي بيعزف بيها، يعني التكنيك بتاعه. حتى لما بيجي يعزف على الجيتار انت، لا انت بتعزف مش بمزاج، عيد تاني. بيحصل ساعات الولاد بيكونوا مشتتين بمشاكل ممكن تبقى خارج نطاق الدراسه اللي بيدرسوها، وده انا بشوفه لان تعاملي مع الولاد ما هوش الاله وبس. احنا اصحاب، احنا بنتقابل في مناسبات بره، احنا مسؤولين عنهم حتى يعني في النواحي اللي بره الموسيقى، لان احنا بندرس لهم فن. ومهم قوي ان جنب الدراسه اللي بندرسها اللي هي الفنون سواء الموسيقى او الرسم او ايا كان نوع الفنون اللي بندرسه، هي السيكولوجي. ان احنا المدرس لازم يبقى عنده ما يأهله ان هو يقدر يخش جوه الطالب اللي قدامه، بحيث ان هو يعرف النيز بتاعته، هو عايز يعمل ايه. فده بيريحه. لذلك لما بيبقى استاذ شغال في مكان او موجود مع مجموعه من الطلبه وفجاه لاي ظروف ما بيكونش موجود فيه، الطلبه دي بتتشتت جدا. هم مش مرتبطين بالسيستم، لا هم مرتبطين بمين؟ باستاذهم اللي موجود. واحيانا في طلبه بتدخل هي مش عارفه هي حابه تتعلم، لكن مش عارفين هم عايزين يتعلموا ايه بالظبط. ما ده كان في المقابله الشخصيه، كنا احنا لازم احنا جايد ليهم، بنوجه لهم بنيان جسمه شكله ايه، صوابعه طولها رفيعه طويله طويله. هو حتى المرجعيه بتاعته، يعني ممكن في ولاد تلاقيهم مختار اله غربي ونفترض مثلا الجيتار، ونلاقيه بيغني وصوته حلو جدا، عازب ان هو يقدر يعزف، ان هو يقول بيغني شرقي. طب ليه انت ما تتعلمش آلة شرقي تخدم صوتك؟ فيبتدي هو نفسه يبتدي يفكر ويراجع روحه انه لا، ما انا فعلا الكلام ده صح، فيغير بقى اتجاهه من الآلة الغربية للآلة الشرقية. ودي كانت حصلت معايا انا شخصيا. ايوه انا في صغري رحت في يوم من الايام اتعلم عود، اللي علمني او اللي رحت عشان يشوفني يميها قال لي لاهلي لا ده يلعب جيتار. ازاي يلعب جيتار؟ قال لهم هو اللغه عنده كله كويسه، دي نمره واحد. نمره اثنين برجع ايده يقدر يلعب بيه آلة غربي، ما يلعبش آلة شرقي. انا رايح العب عود، قال له لا جيتار. بالظبط اختار لي، يعني دايما بقول انه الجيتار اختارني مش انا اللي اخترته. طبعا ده برمى بعد برمى. طيب هو دلوقتي لما بيجي طالب لحضرتك وهو اهتماماته ان هو يدخل كليه معينه، لكن هو متذوق لهذا الفن، حضرتك بتنصحه ان هو يكمل فيه كدراسه ولا ان هو ياخد هوايه او يستمر فيه هوايه جنب الدراسه؟ ما اقدرش احرمه طبعا، دي مبدئيا. ولكن يعني في 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 ارث بياخدوه بعض المتدربين او الطلبه اللي بيدرسوا، وهو ان ما ينفعش تخرج بره الاطار اللي مرسوم لك ده. يعني انا هاخد مثال صغير وهيبقى مثال شخصي على بنتي انا. في يوم من الايام انا قلت لها انت هتبتدي تتعلمي الالات دي 1 2 3 4 رغم صغر سنها ورغم ان هي ما كانش عندها توجه ولا تدرك اي حاجه خالص، لكن انا شايف انه اللي بيبقى شايف موهبه من الاول خالص يقدر يرسم له الطريق من غير ما يبقى فيه عقبات. تقدري تختاري من الالات دي لكن في الاخر انت هتدرسي موسيقى، تقدري تختاري من المواد دي لكن في الاخر لو انا طالب هتدرسي كذا. انا مش بفرض عليها، لو جت قالت لي انا مش عايز المجال خالص خلاص اوكي، لكن هي عندها المؤهلات، هي جواها ودن موسيقيه بتسمع كويس، شايف ان استعدادها كويس جدا، انا اقدر اوفر لها وازلل لها عقبات تخليها ان هي تنجح وتبقى اثر عليها المده اللي بدل ما تقعد سنين او مده معينه اثر المده دي واساعدها بيها. فده اللي احنا بنقوله ان ولادنا بيبقوا مظلومين شويه ان هم شايلين الارث ده مننا احنا.
ولكن هما اليوم حرية الاختيار، انا مش عايز اعمل ده خلاص ما تعملش. لكن دكتوره هو ده ان الطالب او المتدرب بيتعلم على اكثر من آلة، هذا بيعمل عنده نوع من التشتت وممكن يخليه مركز بنفس الدرجه في كل آلة. في آلات بتخدم على بعض لا لا طبعا، لان كل آلة ليها سيستمها في التدريس، وليها وبعدين آلات هيشتري كل الآلات دي وطرق تدريسها. بس يعني انا ما انصحش طبعا انه يشتت نفسه، لكن في آلات بتخدم آلات. يعني احنا طبعا في الكلية كدراسة لازم يبقى البيانو ده آلة أساسية زائد الآلة التانية للتخصص اللي هيتخصصه. وفي آلات تربوية بندرسها له طول السنين، آلة تخدم وظيفته كمدرس. هنا هيبقى مدرس موسيقى، ما ينفعش يبقى عارف مثلا الفيولين والبيانو بس. لا، في آلات متداولة موجودة في المدارس زي الاكسليفون، زي الريكورد، زي الأورج، زي الجيتار. يعني في آلات هيحتك بيها كده كده، فما ينفعش ما يشوفها قدامه يقول لا أنا ما بعرفش. ياخد فكرة بقى. لازم بيدرسها ترم أو سنة على حسب. لكن الآلات الأساسية بقى، الآلات الصعبة زي الآلات الشرقية بقى كلها عود ناي قانون، الآلات دي ما ينفعش يدرسها كلها. لا، ناخد آلة منهم يحترف فيها يدرسها كويس، بحيث إن هو زي بالظبط مع البيانو. هو الآلات الأوركسترا التانية زي الفلوت، زي الكمان، الفيولين، الجيتار. أنا ما أنصحش طبعاً إن إحنا نشتته، لا، يبذل مجهوده أحسن في آلة تربوي، آلة أساسية مع البيانو ده يستحسن، زي آلات التربوية بسيطة. طبعاً وده بيبقى على حسب المؤسسة. يعني في مؤسسات تعليمية، مثال كلية تربية نوعية، فالطالب يدرس فيها المواد النوعية، أو بيدرس فيها جنب الآلات الموسيقية أو المواد الموسيقية المواد النوعية. في مؤسسات تانية زي كلية التربية الموسيقية، هو بيدرس السيكولوجي وبيدرس علم النفس وأساليب التدريس كلها بشكل يعني كبير جدا جنب المواد الموسيقية. الكونسرفاتوار لو قلنا مثلا مثال، هو متخصص بس انه يدرس الآلة بتاعته، يطلع عازف. لذلك لما بنطلب مدرسين نمرة 2 أو نمرة 3 بنطلب الكونسرفاتوار. ليه؟ لأن هو بيتعامل مع الآلة في القراية والعزف وبس، ما يعملوش حاجة تانية. كعازف محترف، يخرج هو على المسرح بس. لكن الأستاذ لازم يبقى دارس سيكولوجي، لازم يبقى دارس آلات تانية، علم صوت وتذوق وتاريخ وسيكولوجي، علم نفس، لازم يبقى دارس الحاجات دي. إن هو في الآخر هيبقى مدرس. والحكايات كتير والمواقف الطريفة أكيد، يعني قابلتها كتير جدا في مركز كيان مستمرين مع حضراتكم. يمكن من المفارقات اللطيفة اللي كانت بتحصل انه الولاد نفسهم في بعض بصراحة، يعني احنا نشوف منهم مواقف قد ايه جميلة، قد ايه الولاد هم ابتدى في جزء ثقافي ان هم ابتدوا يتعرفوا على بعض. يمكن انا يعني بدوري برضو عشان بدرس الآلة دي في دار الأوبرا، فلقيت ان فرصة للولاد اللي بيدرسوا في الأوبرا ان هم يشاركوا معاهم، ويبقى في يعني مسألة يعني ربط ما بين هنا وما بين هنا، يبتدوا يطلعوا مع بعض ويأزروا دول، إضافة لطلبة الكلية أساسا اللي استقبلوا الطلبة من هنا ومن هنا، فبقى في لحمة، حسيت انه في كونكشن حصل غريب. يعني عدم ارتباطكم بسن معين كمان، كان في تفاوت في الأعمار، يعني أنا شفت فوق 60 مننا كله. وبعدين كان عندنا كمان بنوتة عندي بتتعلم فيولين عمرها 7 سنين 8 سنين في الرينج ده، والولاد طلبت في جامعه فكانوا بيذاكروا لبعض. جاي لا، هي الفيولين بتبقى على حسب المقاس. كان بيذاكروا سوا، يعني البنوته اللي عندي في الكليه في الجامعه بتذاكر ليها لما يبقى في وقت خلاص احنا خلصنا شغلنا، بيقعدوا يذاكروا. فكان في تعاون. المتدربين اللي هم على علم ودرايه بالاله بيعلموا اصدقائهم. بالظبط، هي دي بقى من طب بقى، يعني هم ولادنا من النوعيه. لا، ده زميله بقى من طب، ده من اسنان، ده من هندسه، فبقوا جروب. وده باين جدا بعد الحفله حتى كمان، انا لقيت ان الناس او الشباب بقوا خلاص بقوا يعرفوا بعض ويتصوروا سوا ويتصوروا سوا. وبعدها احنا عاملين جروبس كده ليهم، يعني بنتقابل
اتقابل بيهم على عن طريق نورس لقيتهم خلاص بقوا يخرجوا سوا، بقى في كونكشن بينهم، بقت اسره، بقى كوميونتي بالظبط كده، بقى كوميونتي. وبعدين كل فتره وكل الدايره بتكبر. يعني حقيقي بيتطلب منكم تخطيط طبعا ده جديد، لان لازم اللي حصل في حفل التخرج المره دي لازم هنضيف عليه اضافات اخرى كمان وعناصر جذب اخرى في الحفلات الجايه. المحافظه طبعا على القمه طبعا ما هياش بالسهل، بس هنقدم تخطيطكم للخطوات الجايه ايه؟ حاجات كتير الحقيقه، يعني احنا يعني ما عرفناش نحققها في الحفله اللي فاتت. يعني الفتره كانت قصيره، والدكتور عبد الفتاح نفسه او كل القائمين على انجاح العمل ده مش مصدقين انه بعد 3 شهور الناس، يعني الدكتور عبد الفتاح جه في زياره غير رسميه تالت اسبوع من الفتح. تالت اسبوع مع بدايه الكورس جه تالت اسبوع فوق بحاجات قال انا مش مصدق. حتى كنا طلعنا في حديث مع الوحده الاعلاميه بتاعت جامعه الشمس، قال انا مش مصدق كميه الزخم وكميه الناس اللي موجوده والشباب وكميه الاجر والثواب، انه دول كلهم بيتعلموا حاجه جديده وبيحارب بيها. يعني ممكن ذكر حاجه مهمه جدا، وقال انه ده سلاحنا لمحاربه الارهاب. بالفعل ده سلاحنا لتثقيف الشباب، ده سلاحنا ان احنا نخلق لهم فرص جديده ونعمل لهم مناخ جديد، ان هم مناخ جميل وامان ونظيف يعني. واحنا كمان دوامنا الجمعه، فتحسي ان انت بعد دراستك طول الاسبوع، انا كطالب بعد السيشنز بتاعتي بعد مذاكرتي بعد، فانا يوم الجمعه انا يوم دي اوف، يعني هبقى راحه. انا رايح بس ايوه مش رايح اخد السيشن بتاعتي. بالظبط، فالموضوع كان بالنسبه لهم فاني وممتع، وهيقابلوا اصحاب كانه يوم هيخرج فيه، بس كمان هيستفاد. فاميلي دي صراحه، يعني انا حسيته فاميلي دي. احنا كنا بناخد ولادنا يعني بيروحوا، اللي عايز يتعلم واللي عايز يتعرف واللي عايز يبقى موجود معانا في قلب اليوم ده، كان بصراحه كان بيبقى يوم جميل جدا يعني. وحقيقي انا ما قدرتش افصل ما بين اولادكم الحقيقيين واولادكم كلهم فعلا بحب واخلاصكم في العمل واضح جدا ووجودكم ملموس. كلموني بقى عن عرض الطبله، يعني شفت اكثر من 15 فرد على المسرح بيعزفوا وبيقوموا بعزف الطبله. احنا طبعا كل آلة طلعت عملت الفقرة بتاعتها، بس من الفقرات فعلا اللي كانت مميزة فقرة الإيقاع الطبلة. هما يعني كانوا طلبة كتير، بس طبعا اللي كان قادر منهم ان هو يقعد على مسرح ومتمكن من الآلة بتاعته، نظرا لان برضو الوقت ما كانش كفاية انه يبقى بروفيشنال في الآلة. مش هنسيبه ده، احنا واخدين منه يعني. اذا ما كانش طلع على المسرح الحفلة دي، في الحفلة الجاية هو موجود على المسرح. بالظبط، لازم يطلع على المسرح. احنا بالظبط احنا عندنا يعني بنسعى لشيء، ان لازم الطالب اللي بيعزف لازم يطلع على مسرح ويواجه جمهورنا. دي مش سهل انك تلاقيها متوفرة حتى في المؤسسات التانية. يعني لازم يبقى شاطر قوي وخطير قوي علشان يطلع على المسرح. ده الصح، حقيقي ده الصح. لكن احنا شايفين ان ايه، لا ده هيشجعه انه يكمل معانا، ويشجعه ان هو يكمل. بالظبط بالظبط بالظبط. فالفقرة كانت مميزة جدا، الولاد عملوا مجهود رائع، نظرا لان استاذهم حصلوا ظروف خاصة في اخر 3 اسابيع تقريبا ما حضرش معاهم، فهدى مجهودهم. لكن كانوا قد المسؤوليه قوي قوي. الحمد لله جدا، الحمد لله. مميزه كمان كان عرض الجيتار، كانوا كام فرد على المسرح يعني؟ كانوا حوالي الروس. ما شاء الله فعلا، كانوا حوالي 35 فرد. ده صراحه ده 35 اعمار، ومن اماكن مختلفه كمان يعني، ومن مرجعيات كمان مختلفه. وده الفكر اللي انا بنتهج بصراحه في تدريسي للاله، انه يبقى في كوميونتي للولاد. ودي جت برضو يعني بمحض الصدفه، ان انا في يوم من الايام كنت او ما زلت بدرس الجيتار جوه دار الاوبرا، وفي محافظات، في القاهره وفي طنطا، في دمنهور، في اسكندريه. فكان حلمي ان انا اعمل اوركسترا كبيره لاله الجيتار. ف
حسيت انه واجب عليا انه الولاد اللي بيعزفوا في القاهره لازم يروح اسكندريه يتعرفوا على المسرح، يتعرفوا على زمايلهم الموجودين هناك. فابتديت اشتغل على اني اعمل الاوركسترا دي تبقى مزيج من كل المتميزين من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وديتهم الفرصه الحقيقيه فعلا في الحفله بتاعه الكيان ان هم يكونوا كلهم موجودين مع بعض. بانوا بقى صراحه ان في وقت قصير جدا بروفا او اتنين لقيتهم الولاد بقى خلاص بقى اصدقاء وبيقعدوا يشتغلوا مع بعض. كنت دايما انبه عليهم الوحش اللي فيكوا او المستوى لسه ما بقاش اكتف قوي ده ممكن يبوظ لنا العمل كلنا، فاحنا لازم نتكاتف كلنا عشان خاطر ننجح الضعيف ده، عشان خاطر يبقى ستاندبل، يبقى قادر ان هو يتعامل زيه اكن زيه شخصيا انا كمان، يعني زيه شخصي انا كمان. فاللحمه بتاعت ان الولاد يتلموا حوالين او يتلفوا حوالين اللي لسه ما كملش البرنامج بتاعه او ما عملش الحاجه بتاعته، ان هم يقعدوا يحفظوه ويقعدوا يفضلوا واخدين بالهم منه، دي كانت حاجه انا مبسوط بيها جدا. حضرتك خليته مسؤول خلاص خلاص وهم كمان مسؤولين عنه. ايوه اوكي. فكانت بقى اللذيذ انه بقى في اوركسترا موجوده على المسرح كلهم ما بين طلبة الكلية وما بين طلبة الأوبرا وما بين طلبة الكيان وما بين الناس اللي جاية من بره أصلا، دي كانت المزج بقى. نعم. مركز الكيان يحتاج في البداية إلى التسويق الإعلامي، وهو الحقيقة أنتم يعني حتى ولو بجهود بسيطة جدا في التسويق الإعلامي إلا أنكم سبقتم بخطوات كثيرة وتعرفتم على مستوى الجامعات. الخطوة اللي جاية هل نأمل في أن يكون هناك تعاون بين جامعة عين شمس وباقي الجامعات في هذا الأمر، أو إقامة ما شبه بالمسابقات الفنية بين المراكز المختلفة؟ يعني ممكن يتم تعميم التجربة دي، كل جامعة تنفذ هذا المركز وبعد كده يبقى فيه مسابقات؟ إحنا عندنا جوه الكلية نفسها، ودي كانت أول خطوة على طول بعدنا، لقينا في يعني قسم الفنون بتاع الكلية بدأ هو كمان يعمل نفس الفكرة ويطبقها بس على الفنون بتاعت الرسم والنحت والتصوير يعني كل مكان هيبقى مخصص للفنون الخاصة. بالظبط كده، لأن إحنا كليتنا فيها كذا قسم غير موسيقى. خمس أقسام بالظبط، يعني الأقسام الفنية قسم فنية وفي قسم اقتصاد منزلي وفي قسم تكنولوجيا تعليم وقسم إعلام. بس إحنا حاليا فعلا قسم تربية فنية عرض الفكرة على سيادة النائب ورجح طبعا وقال أوكي يلا، وإن شاء الله ربنا يوفقهم يا رب ويعملوا برضو هم الكيان برضو زينا بس فنون جميلة. يعني مركز الكيان الرئيسي والرسمي تنبثق عدة مراكز مشروط محافظات، ونأمل أن يتم تنظيم مهرجانات النوعيات ابتدت هي كمان تبتدي تبص على البروجكت ده وتبتدي تطبقه. يعني أنا شفت حاجة شبيهة ابتدت تتحرك في اسكندرية، ابتدوا حتى الأقاليم في بنها وفي طنطا ابتدوا هم كمان يلتفتوا للفكرة ويبتدوا يعملوا مراكز جوه كلياتهم، إن هم يبتدوا يبقوا زي مناره يبتدوا يبصوا خلالها. طبعا يبصوا خلالها فنونهم لغير المتخصصين اللي بره بره الجامعه. وتبقى الرياده المركز الكيان الرئيسي طبعا خلاص يا رب انتد معانا احنا محافظه على سجلناها يا بنات خلاص البراءه اتسجلت بتاعتنا احنا خلاص يا رب يا رب التوفيق ان شاء الله والانتشار اكثر واكثر. وهناك العديد ايضا من الخطوات للدورات التدريبيه القادمه اللي بتتم كل يوم جمعه، حضراتكم دلوقتي بادئين في الدوره التدريبيه الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. We'll be right back.